السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد للقناة، هنتكلم النهاردة على حاجة مختلفة وتجربة مختلفة، تمام؟ وهي تجربة الماك بوك، تمام؟ طيب، بالنسبة للماك بوك هو لابتوب من أبل، تمام؟ طيب، إيه اللي يفرق ما بينه وما بين لابتوب عادي زي ده؟ لابتوب عادي. طيب، اللابتوب ده لابتوب من لينوفو، انا بستخدمه الحقيقة من زمن طويل، يعني حوالي 15 سنة، تمام. انا من الناس اللي بحب جدا احافظ على الحاجة اللي بستخدمها، بتبقى حاجة عزيزة عليا جدا، وبحاول ان انا احافظ عليها بشكل كبير، تمام. طيب، بالنسبة للماك بوك من ابل زي ما احنا شايفين، ده بيبقى شكله، تمام. طيب، ايه اللي يميز الماك بوك، او ايه اللي يخلي الماك بوك مختلف عن لابتوب زي كده؟ طيب، المشكلة اللي دايما بتقابلنا في اي لابتوب واي جنريشن احنا بنجيبها، ان هو بعد فترة بيقدم وتبدأ حاجات ما نقدرش ان احنا نستخدمها. فالنهاردة صميم الفيديو انا هقول لك ايه الفرق ما بين ان انت يبقى عندك لابتوب من فترة، وايه الفرق بين ان انت تكون بتستخدم ماك بوك. الماك بوك هيضيف لك ايه واللابتوب ممكن يقدم ايه؟ فخلينا نتكلم سريعا على الفيديو ونبدأ ونشوف عندنا ايه. خلينا نبدأ. ورجعنا تاني. طيب، بالنسبة للابتوب العادي زي ما احنا شايفين، ويمكن اللابتوب ده جينيريشن قديمة جدا، ده كان من لينوفو وكان بروسيسور انتل دول كور، وكان 1 جيجا رام وزودته بقى 3 جيجا رام، عالي معانا كارت الشاشة لحد 128 جيجا، سوري 128 ميجا. بالنسبة للجهاز هو عليه ويندوز 10، بيقدر يديني في الوقت الحالي حاجات كتير اقدر اعملها بالنسبة للأعمال اللي انا اقدر اعملها من خلال الويندوز، لكن في حدود ضيقة. طيب، كارت الشاشة فيه دلوقتي بالبلدي كده ما يقدرش يشغل اللعب بتاع دلوقتي، تمام. طيب، ممكن يقدم لي ايه؟ هو يقدر يقدم لي الاستخدام العادي، يعني انا اقدر مثلا اعمل براوزنج للانترنت، اقدر استخدم مثلا عليه اوفيس، وهيبقى بطيء الى حد ما، يعني عشان برضو العتاد بتاعه قديم، ولكن هو ستيل زي ما اتكلمنا انا بستخدمه بقالي 15 سنة. خلال ال 15 سنة دي البطارية باظت، البطارية باظت وغيرتها واستخدمتها، وهي حاليا البطارية ما بتكملش ربع ساعة نص ساعة، لكن طبعا على الادابتر شغال ما فيش مشكلة، ولكن بيعوقني وانا شغال ان هو بطيء، استجابته بطيئة، كل فترة اضطر ان انا انزل على نسخة ويندوز، فبالتالي الجهاز تعب، تمام. طيب، ايه اللي يميز بقى جهاز زي كده؟ الجهاز ده عشان بس الناس تبقى عارفة، ده اولد جينيريشن برضه، يعني ده مش جينيريشن حديثه، ده ماك بوك 2014، تمام. ماك بوك ايه؟ بالنسبه للماك بوك هو بينزل دايما بثلاث نسخ، اللي هم الماك بوك العادي والاير والبرو، ويمكن اشهر اتنين هو الاير والبرو، طبعا اعلاهم البرو، وبيبقى كمان اعلى واغلى في السعر. بالنسبه للماك بوك الجينيريشن بتاعت ال 2014 هو دول كور اي 5، ودي نقطة بقى نحطها تحتها 80 خط. الماك بوك دايما بينزل بمعالج مزدوج، يعني اتنين معالج، هو اتنين كور اي 3 اي 5 سوري، والاي 5 ده بيبقى خمس مسارات للطاقة، كل طبعا مسارات الطاقة دي ما بتزيد، كل ما اداء المعالج بيبقى احسن، المعالج ده العقل بتاع الكمبيوتر، تمام. طيب، الحاجة التانية، الجهاز ده فيه 4 جيجا رام، والجهاز ده الهارد الخاص بيه هو هارد اس اس دي، واللي يعتبر اسرع على الاطلاق. الهارد الاس اس دي للناس اللي ما تعرفوش، اللي هو سوليد ستيت درايف، تمام، اللي هو بيبقى عامل زي الفلاشه، بيبقى عباره عن شريحه الكترونيه. الهارد اللي موجود في الجهاز القديم هو هارد ساتا، عباره عن ابره وقرص، اللفات بتاعته ليه عدد لفات، الهاردات الجامده قوي اللي هي بيستخدموه في الجيمنج بتوصل ل 7200 لفه، تمام. فالهاردات دي بتبقى الى حد ما بطيئه شويه، فالهارد الاس اس دي بيبقى اسرع 10 مرات من الهارد العادي،
فحتى الناس اللي عندها الجنريشن القديمه يقول لك طوروا لو ينفع يكملوا اس اس دي عشان يبقى الابس والويندوز والدنيا تبقى معاك اكتر. فده اوريدي عليه اس اس دي 256 سوري 250 جيجا، وممكن يتعمل له ابجريد لحد 500 جيجا. جميل. طيب بالنسبه للجهاز ده فيه برضه كل الفيتشرز الاساسيه، فيه واي فاي وفيه بلوتوث وفيه الحاجات اللي احنا ممكن نبقى محتاجينها. طيب ايه بقى اللي يميز الماك بوك ده او يخلينا نروح للماك بوك ده باسعاره طبعا الخزعبليه اللي احنا عارفينها، ويمكن معلومه برضه نحب ان احنا نقولها للناس اللي بتبقى عايز تقتني لابتوب او ماك بوك بسعر مناسب، في فرصه كويسه جدا وهي الاجهزه الاستيراد اللي هي طبعا متوفره في مول البستان في باب اللوق او مول السخاوي في الخليفه المأمون. دول بيشتغلوا في الاجهزه الاوريجينال اللي جايه من بره، اللي هي استخدام جاي من اوروبا، فبالتالي ميزه هناك الاجهزه انها ثمنها ربع ثمن الجهاز الجديد، الجهاز الجديد الكرتونه. طبعا انا ريكومندو جدا، ولكن هو عايز فلوس كتيره، فصعب ان ممكن الواحد ما يقدرش يجيب جهاز زي ده جديد، لان الماك بوك الجديد سعره ممكن يوصل لحد 100000 جنيه، تمام؟ ده اللي هو الام 2 الحاجات الاحدث. طيب الماك بوك الاولد جينيريشن بيعتبر كنز. ليه بقى كنز؟ الاجهزه دي عليها معالج من انتل، فبالتالي بتديك اوبشن مهم قوي وهو اهم جزئيه عايزين نتكلم فيها النهارده، وهي ان انت ممكن تنزل ابس من الاب ستور وكمان تنزل من بره الاب ستور. دي ميزه اللي بيتميز بيها الويندوز، ان انت ممكن تنزل من المايكروسوفت ستور او تنزل اي حاجه من بره، فهنا الميزه دي موجوده في الماك، تمام؟ في الحاجات اللي هي الانتل، فدي اول ميزه هتفرق جدا معاك ان انت مش متقيد بالسوفت، لان طبعا الجهاز ده هو بيسبورت سوفت لحد اللي هو البيكسر اللي هو 11.7، لان برضه السوفت وير بتاع الماك هو شبيه شويه بالويندوز، هو اصدارات اخر حاجه طبعا نازله في الوقت الحالي اللي هي السونوما والفينتورا دول، يعني ده بعديه الاصدار اللي بعديه اللي هو المونتيري، بعد كده الفينتورا، بعد كده السونوما، دول يعني ده اقدم كده 3 اجيال، تمام؟ طيب فبالتالي انت لما بتيجي تشتغل هنا على الـ على الاب ستور، في ابس بتقدر تنزل وفي ابس بتقول لك انت بيهايند السوفت، انت قديم فما اقدرش ان انا اشغل لك الحاجه دي، فبالتالي ممكن تعطل في برامج، فالحل ان انت ممكن تنزل من كذا. طيب الحل بقى العبقري واللي هو مش عارف ناس كتير تعرفه ولا لا، ان هو الجهاز ده انت ممكن تنزل عليه ويندوز مع الماك، ودي النقطة المهمة جدا جدا اللي هي هتميز جهاز زي كده، تمام؟ طيب نخلينا بقى نشوف كده تجربة عملية. ده سيستم الماك، هندخل عليه وندخل الباسورد. على الانترفيس اهو هيبدأ يعمل لوجن، تمام؟ يبدأ يظبط إضاءته، ولو في أبس مثلا مفتوحة ولا حاجة بيبدأ يفتحها معانا عادي جدا، تمام؟ ده شكل الإيه، ولو قلنا هنا أباوت الماك لو في طبعا ابس انا ما فتحتهاش اهو، ادي السوفت وير بتاعه البيكسر، يقول لك ان ده ماك بوك 2014، ويجيب لك هنا المواصفات بتاعته. هو كارت الشاشه بتاعه بيبقى جيجا ونص، يعني تقدر تقول كده ان هو بيشغل لك 80% او 90% من الجيمز الموجوده في الوقت الحالي، يمكن تقف مع شويه الجيمز اللي هي الجرافيكس بتاعتها عاليه يعني. بيقدر ان انت تعمل عليه شغل المونتاج، تعمل عليه شغل الجرافيكس،
بشكل كويس جدا. يمكن يعني الماك بيمتاز بان هو فيه مثلا ابلكيشن زي اللي هو الفاينل كات للمونتاج، الابس اللي هي بتاعت الفوتوشوب، واللي برضه الابس بتاعت الفوتوشوب دي انت ممكن تستخدمها مع الويندوز العادي، تمام. فخلينا بقى نشوف بقى تجربة عملية الجهاز ده وهو شغال ويندوز بقى دنيته عامل ازاي. فخلينا نشوف بقى التجربة. طيب انا دلوقتي عايز ادخل على الويندوز بمنتهى البساطة، ادوس على باور وهدوس على زرار الالت وافضل اضغط عليه كذا مرة، تمام. جاب لي ايه؟ جاب لي الاختيارين دول، انت عايز تدخل على الويندوز ولا عايز الماك. انا عايز الويندوز. انت هيدخل ويندوز عادي جدا، مفيش اي مشكلة خالص، تستخدم ويندوز بمنتهى البساطة، مفيش أي مشكلة خالص، تقدر إن حضرتك تستخدمه. يمتاز الجهاز ده في إن هو بيعمل لك حاجة لذيذة جدا، إن أنت حضرتك لما بتنزل عليه نسخة الويندوز، تمام، هو بيقسم لك الهارد نصين، نصه للماك ونصه للويندوز. شغال أنت ويندوز بدنيتك بحاجتك بمرامجك بعالم بتاعك كله، وما بتشوفش غير الفولدر أو الدرايف بتاع الويندوز. تشتغل على الماك هتشوف الاتنين وتقدر تدخل تاخد حاجات يعني من الويندوز، بس مش هتشغل طبعا برامج الويندوز عليه، تمام. ادي الويندوز عادي جدا اهو، مفيش اي مشكلة، هتشتغل عليه عادي جدا، نزل برامجك، نزل دنيتك، مفيش اي مشاكل خالص ممكن تقابلها. فبالتالي الحاجة اللي انت هتعجز ان انت تنزلها على سيستم الماك تقدر تنزلها على الويندوز. طيب نقطة تهمنا جدا، تمام، خلينا بس نعمل شوت داون. طيب نقطة تهمني قوي، أنا دلوقتي بستخدم ده ليه؟ أو أنا إيه اللي ممكن أستفيد بيه؟ طب أنا دلوقتي عرفت أوبشن عندي إن أنا هستخدمه مع الويندوز. طيب الجهاز ده بالرغم من إن هو عتاد قديم، إلا إن أنا قادر إن أنا أستخدم بيه الحاجات الحديثة اللي بتقدمها الأجهزة الجديدة كويسة، تمام؟ عشان الهارد بتاعه اس اس دي، فمساعدني، وزنه خفيف، دنيته لطيفة. طيب نقط القوة اللي بتميزه، أول نقطة البطارية. الجهاز ده أجهزة الماك وهي جديدة بطاريتها من 6 ل 8 ساعات معروفة. يوم ما تبدأ البطارية تعملها معاك يعني هتبدأ تقل معاك شوية، بقت 4 5 ساعات. اللابات الحديثة في الوقت الحالي يوم ما بتلاقي لابتوب بطاريته 4 ساعات، ده إنجاز. إنجاز. يعني أنا استخدمت أجهزة جديدة وحديثة ولسه جهاز بكرتونته بطاريته 3 ساعات ولا 4، 3 ساعات بالكتير. فالويندوز بالكونسبشن بتاعته عالية، وفي نفس الوقت البطاريات ما بتقعدش، حتى الحاجات اللي هي بطاريتها انترنت. مهما كانت الاجهزه مش بطاريات الواو اللي انت متخيل. عشان كده يمكن ناس كتير جدا بتشتغل جرافيكس وبتشتغل مونتاج بيبقى بالنسبه لها الماك ده جهاز مميز جدا. طيب الميزه الثانيه اللي هتقابلها ان الجهاز مش بيسخن، الجهاز عامل زي الموبايل بيدفى شويه، لو انت مثلا حاطه على رجلك مثلا او حاطه على رجلك يدفى معاك شويه، لكن فكره المروحه اللي عماله تطلع هواء سخن من عليك دي من اللابات كلها اللي بنشوفها دي بتضايق جدا. يمكن تكون قلت نسبه كبيره جدا في الاجهزه الحديثه، بس برضه هي موجوده، لكن هنا انت مش هتلاقيها، يعني مش هتلاقي حاجه عماله تطلع لك هواء. ممكن ايه لو انت حاطه على سطح بيسخن شويه الجهاز يدفع معاك، يدفع حاجه بسيطه، طبعا في الجينيريشنز الجديده مش هيبقى فيه، مش هيدفع خالص، تمام. فدي النقطه القويه الثانيه اللي تخليك ممكن تفكر في الماك بوك. طيب الحاجه الثانيه وهي الايكو سيستم بقى بتاع ابل، جميل. طيب دلوقتي انت وانت على الماك بوك هتستفيد ايه؟ اولا انت هتلينكو بالايفون او الايباد وات ايفر اللي عندك بتستخدمه، تمام، فهتلينكو بيه، دي ميزه كويسه قوي. طيب هتلاقي هنا السفاري، هتلاقي سيري، هتلاقي الفيس تايم شغال معاك عادي جدا كانك شغال على الايفون. لما انت حد هيتصل بيك دنيتك خلاص، هنا خلاص بقت كله على بعض، كله مفتح على بعض، فانت هتقدر تنزل الابس بتاعتك، تنزل دنيتك، فبقى عندك نقطه زياده متضافه عن اللابات العاديه. ده مش معناه ان احنا بنقول اللابات العاديه وحشه، لا بالعكس، في حاجات نازله جديده هايله ورائعه جدا، بس انا بتكلم النهارده على تجربه الماك بوك. ايه اللي مميزه؟ ايه اللي مخلي الماك بوك بارقام فلكيه؟ اللي مخلي الماك بوك بارقام فلكيه ان جهاز زي كده 2014 بقاله 9 سنين، انت تقدر ان انت تشتغل بيه حاجات دلوقتي في لابات غاليه.
يعني النهارده الهارد الاس اس دي والبروسيسور المحترم اللي انت ممكن تقدر تشتغل بقى شغل فوتوشوب، وتقدر تشتغل شغل مثلا مونتاج بشكل مرتاح ما عندكش مشكله، هتشتغل الشغل العادي العتاد العادي اللي انت عايزه للكمبيوتر، ان انت تفتح مثلا براوزر، تفتح اب، تفتح حاجات عادي جدا، ما فيش اي مشكله، انت قاعد عليه حاطط موبايلك في حته هتلاقي الدنيا معاك شغال، ما فيش مشكله، عندك فيس تايم بتاعك موجود، الابس بتاعتك ممكن تنزل مثلا الواتساب مثلا عليه وتلينكه بالموبايل بتاعك، فتجيلك رسائل تظهر لك هنا وانت قاعد، لو انت مثلا مشغول وبتعمل حاجه عليه دنيته تمام جدا، مفيش اي مشكله. تمام. طيب الشارجر بتاعه خلينا نبص عليه بصه، ده الشارجر بتاعه، وده برضو احد الاختراعات الرائعه جدا اللي جاي معاه. البلاج بتاعه هو ماجنتيك، مغناطيس، ان انت بتوصله وبعدين بتوصل الشارجر عادي جدا، ده 45 واط. تمام. بيقدر يشحن لك تقريبا الماك بوك مثلا ماكسيمم ساعتين، يعني ما ياخدش وقت كبير في الشحن يعني، وتقدر بعد كده تشتغل عادي على البطاريه، دنيتك لطيفه. الشاشه بتاعته طبعا هي شاشه ريتنا اي بي اس بالوان نيتف، الوان حقيقيه، فالناس اللي بتشتغل شويه جرافيكس وشويه حاجه هيبقى بالنسبه لها الجهاز ده مناسب جدا، ويمكن برضو الناس اللي هي بتشتغل شغل المهندس الديكور اللي بيبقى عايز بقى يشتغل شغل بقى ليه علاقة بالجرافيكس والديكورات والحاجات ده، برضه هيلاقي هنا دعم كويس جدا بالنسبة للجزئية دي. فالنقطة اللي أنا حابب بس إن أنا أنوه عليها وأوضحها، إن هو الجهاز ده فعلا جهاز العمر الطويل، إن أنت ممكن لو افترض إن أنت جبت ماك دلوقتي حتى بأسعاره الغالية قوي، أنت على الأقل ضامن إن هو هيقضي معاك فترة كبيرة مفيش أي مشكلة، دنيته كويسة طبعا، الجنريشنز الأحدث، كانت شاشة أفضل، هارد أكبر، دنيا أحسن، ده طبعا يمكن السكرين بتاعته اللي هي ال 13، في الحاجات التانية بتبقى 15 اللي هي في الماك بوك برو، بتبقى دنيتها أفضل حالا شوية، يمكن تكون سعره مرتفع، لكن أنت بتفكر في إن أنت هتجيب حاجة تقعد معاك لوقت أطول، وزي ما اتكلمنا إن أنت النقطة لو أنت مش قادر إن أنت تجيب بالسعر العادي كجديد، يبقى عندك بعد كده اللي هي سكة الاستيراد اللي هي هتدي لك الجهاز بربع الثمن، ممكن يكون ده بالنسبة لك مناسب وافضل، وتبقى معاك جهاز. هنا انا بتكلم بالنسبة لي ان هو جهاز جوكر، هو اتنين في واحد، منه الماك ومنه الويندوز، واقدر اعمل بقى في الاتنين اللي انا عايزه. لو الماك زنق مثلا معايا في برامج او حاجات معينة مش عارف انزلها عليه، هنزل اللي انا عايزه على الويندوز مفيش مشكلة، لان هو الويندوز هنا انا منزل عليه ويندوز 10، وممكن كمان يسبورت ويندوز 11، مفيش اي مشكلة عادي جدا يعني. انت المسألة كلها ان هو في كومباتبل مود ليه ده، وخلينا برضه بص على الكومباتبل مود. طيب دلوقتي انا لما بفتح على الماك، انا هنا باجي في الأيقونة دي اللي اسمها اللانش باد اهي، بفتحها بيظهر لي الابس الموجودة، حاجة هنا على اذر، هنلاقي هنا شوية ابس. تمام. عندي حاجة اسمها البوت كام اسيست اهي، دي اللي بتظهر. طيب دي من خلالها اللي انا بقدر ان انا انزل نسخة ويندوز بمنتهى البساطة، هو بينزلها بطريقة لطيفة جدا، ان حضرتك بيبقى عندك السورس بتاع الويندوز، ولازم يبقى ويندوز 64. تمام. 64 بت مش 32 بت، مش هيقبل 32 بت. جميل. طيب حضرتك هتنزل الويندوز، هتحط السورس مثلا على سي مثلا على الهارد هنا، اوكي، وهتجيب فلاشة فاضية لان هو هيحتاج الفورمات، الفلاشة دي يقدر ان هو يفرش عليها نسخة الويندوز. تمام. وبعد كده يعمل سيت اب. اول ما تمشي الخطوات والستبس، وهي ستبس سهله جدا اي حد يقدر يعملها، ما فيهاش اي صعوبه. تمام. هيفرمت الفلاشه، ويبدا بعد كده ينزل النسخه اللي حضرتك هتختارها، هتعمل الديستنيشن. تمام. ان دلوقتي السورس كذا والديستنيشن كذا، الديستنيشن هيبقى الفلاشه، والسورس ايه في المكان اللي حضرتك هتسيب عليه السورس بتاع الويندوز، هيبدا يعمل سيت اب للويندوز بشكل عادي جدا مفيش مشكله، وهيقسم الهارد النصين، نص بالظبط للماك بسيستمه بدنيته بحاجته، والنص التاني هيبقى للويندوز. بعد ما بيخلص ويخلص دنيته بمنتهى البساطة، هتلاقي الاتنين سيستم عندك مفيش أي مشكلة خالص جدا، وكمان أنت هتستفيد بأن هو لما هتنزل عليه نسخة ويندوز 64، أن هو كل التعريفات هتقبل معاه بشكل طبيعي، لأن ال 64 بتبقى تعريفاتها، وتمتاز نسخة الويندوز ال 64 كمان أن هي هتقرا رامات كاملة، مش هتقرا زي ال 32 جزء من الرامات.
بالتالي الدنيا هتبقى معاك احسن، مفيش اي مشكله خالص، وتقدر تسويتش ما بين الاثنين تو سيستمز بشكل كويس قوي، كل حاجه بدنيتها بحاجتها، وتقدر تستفيد من ان الجهاز يبقى اتنين في واحد، تمام؟ فدي النقطه المهمه. طيب هل الدنيا كلها جميله كده والدنيا عسل كده كلها مفيش اي سلبيات؟ لا، في سلبيات طبعا. الجزء السلبي اللي ممكن يقابلك ان انت لو جينيريشن بتاعت الماك بوك قديمه، الاب ستور هيقفل عليك برامج كتير مش هتعرف تنزلها، فانت حاول وانت بتشتري على قد ما تقدر تنقي جينيريشن احدث بحيث تقبل سوفت وير احدث، مثلا فينتورا او السونوما مثلا او المونتيري، يعني بتحاول ما تقلش عن المونتيري، تمام؟ بحيث ان انت تبقى قابل ان انت تعرف تنزل حاجه. طبعا هو السونوما مش هتعرف تنزله دلوقتي لان هو نازل للام 2 والفينتورا نازل للام 1، تمام؟ لكن انت على الاقل هتقدر تنزل المونتيري، تمام؟ فبالتالي يقدر يسبورت معاك البرامج بشكل كويس، عشان لو عايز مثلا تنزل اب مثلا زي الفاينل كات ممكن، هو طبعا هو بفلوس على الاب ستور، لكن انت ممكن تنزله مثلا من موقع زي مثلا زي جيت انتو بي سي، تقدر تنزل ابلكيشنز للويندوز والماك بشكل طبيعي، مفيش اي مشكله. فبالتالي دي نصيحتي اللي انا بنصح بيها الناس، ان انت تقدر ان انت تخليك في جينيريشن احدث شويه عشان الدنيا تبقى الطف، مثلا 17 2018 كل ما بتقرب من الوقت الحالي اللي احنا فيها تكون الدنيا افضل طبعا، لكن هو كل ما انت جينيريشن بتزيد وكل ما حجم الهارد بيزيد كل ما سعره هيبقى اغلى، لكن هي دي النظرية. فبالتالي دي النصيحة اللي احنا بننصح بيها الناس، ونتمنى يكون الفيديو فيه استفادة، وما تنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب والشير. شكرا جدا.